الاستاذ احمد جابر رئيس نادي الترسانه على التليفون معايا. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا يا كابتن معلش حازم. اسف على الاطاله يا فندم معلش. لا ازاي اهلا حضرتك؟ يا كابتن حازم، ازيك واسره البرنامج والكباتن العظماء كابتن عصام وكابتن جلال، ربنا يحفظكم يا رب. كابتن عبد الناصر محمد وكابتن خالد جلال معانا يا فندم في الاستوديو، طبعا كابتن بيمسوا عبد على الناصر حضرتك. محمد والكابتن خالد جلال، ربنا يحفظهم الله ويبارك يخليهم فيهم، وبالتوفيق دايما هم ناس افاضل يعني ومدربين كبار يعني ان شاء الله. طيب انا كان معايا الاستاذ حمدي دلوقتي وكان بيتكلم على الماتش طبعا، وبيتكلم على موضوع حكام، ولو كانوا منطقه القاهره يبقى احسن حكام اجانب. شايف حضرتك التحكيم هل ده واخد من دماغكم شويه او من تركيزكم الموضوع ده، ولا انتوا سايبين الامور دي مش مركزين فيها شويه؟ لا ابدا، احنا طبعا حكامنا حكام على مستوى عالي جدا، واحنا بنثق في الحكام المصريين وبنشوفهم بيقدموا مباريات داخل مصر وخارج مصر على اعلى مستوى، فدي من ضمن منظومه الرياضه المصريه، فالحكام تحتاج الى المؤازره والاهتمام والتدعيم. فنحن بنثق في حكامنا ايا كانت من اي كانت مناطقها. طب شايف اتفضل يا فندم كمل مع حضرتك. عمر لا انا بقول لحضرتك يعني التعادل في الماتش الذهاب شايف ان ده ضيع فرصه مهمه لنادي الترسانه، ولا الموضوع يعني ما فيهوش مشكله وماتش الاياب ممكن يحصل فيه الامور والترسانه يقدر يكسب؟ لا 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 مفيش مشكله، الماتشات دي طبعا بتبقى دول فرق ابطال مجموعات وبذل جهد كبير جدا خلال الدوره، ونتيجه لقاءاتهم ايا كانت هي نتائج طبيعيه، لان دي طبعا مباريات انت عارف بتلعب فيها الاعصاب دور كبير جدا، والخبره بتلعب فيها دور اكبر. فان شاء الله المباراه القادمه تكون على مستوى عالي جدا بين ناديين عريقين، نادي الترسانه العظيم ونادي الشرقيه، واحنا كلنا اخوه في الوسط الرياضي، ومنظومتنا كلها منظومه واحده، ويهمنا في الاول وفي الاخر انها تطلع في روح الاسره الواحده، و وكون على كفاءة عالية من الفنية والروح الرياضية. تمام يا فندم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نتابع المباراة بإذن الله، ونبارك يعني بقى اللي هيكسب بإذن الله. بشكرك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا.